ننتقل الآن إلى الورقة الرابعة من أوراق الندوة، وموضوع الورقة هي الجانب العقدي عند الإباضية لفضيلة الشيخ عبد الله المعمري، فليتفضل المشكور. وأقصد بما سبق
يتناقضون أو لا يتناقضون أو لا يكفرون غيرهم. ما وقع فيه بعض الناس من الاعتماد على بعض الروايات الآحادية التي حكموا عليها بالثبوت القطعي مع أنها آحادية، فأخذوا يعتقدون بما فيها أو بما دلت عليه، فإذا بهم يفسقون غيرهم من المسلمين لأنهم لم يوافقوهم على الأخذ بما دلت عليه، مع أن وصول تلك الروايات ظنية أحادية. فمثلا من لم يقل بمقدم المهدي المنتظر يعتبر قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة عندهم، ويفسق أو يبدع أو يضل. وكذا بالنسبة لنزول المسيح عليه السلام، أو بعض ما يتعلق بمسائل الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. فالإباضية نعم لا يقولون بمسألة المهدي المنتظر على قول طائفة منهم، ومنهم من يسكت عن مسألة المهدي ولا يبت فيها بشيء، فالقائلون بعدم اعتقاد ذلك يقولون بأن المسألة لم يرد فيها دليل قطعي لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي روايات آحادية فلا يؤخذ بها في الاعتقاد. بل منهم من ينص على أن تلك الروايات وإن كثرت هي إما موضوعة أو ضعيفة، ولهم بحوث تدل على ذلك بتتبع تلك الروايات من حيث أسانيدها ومتونها. ويقولون إن الأمة يجب أن تعمل لا أن تخلد إلى الراحة اتكالا على مجيء المهدي أو غيره، فيجب عليها أن تقوم بشأنها وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ويجب أن يحكمها الإسلام بانتخاب خليفة ترضى عنه الأمة في دينه وعلمه وحكمته، لا أن تبقى هكذا مهملة دون راعي يتكالب عليها الأعداء حتى يأتي المهدي المنتظر ليخلصها. ومن قول الآخرين بأننا لا نبت في أي من الإباضية في مسألة المهدي بشيء، يقولون هذه الروايات أحادية لا نعتقدها أو بما تدل عليه، ولكنها أيضا لم تخالف نصا قطعيا من الكتاب العزيز، فيبقى أمر الأخذ بها محتملا. فنحن لا نقول بالاعتقاد بها ولا نقول أيضا بنفيها، وإنما نكل أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المشهور عند الإباضية. وقد سئل الإمام السالمي رحمه الله تعالى عن مسألة نزول المسيح عيسى عليه السلام ونحو ذلك من المسائل، وتنطبق أيضا على مسألة المهدي المنتظر، فقال الجواب: وسع السكوت من قبلنا فلا يضيق علينا والله أعلم. وهذا يدل على الاحتياط في الأمر وعدم الاستعجال، فمن دلت عليه عنده بعض الأدلة على ذلك واعتبرها متواترة فذلك شأنه، ولا يلزمنا أن نأخذ بما يقول به لأننا لا نعتبر تلك الأدلة متواترة بأدلة نقول بها. وكذا أيضا بالنسبة لتكفير بعض المسلمين بعضا، للأسف الشديد الأخذ بروايات الآحاد في الاعتقاد يؤدي إلى مزالق خطيرة، وانتشر التبرير والتضليل ليس من اليوم فحسب بل من قرون كثيرة عند المسلمين للأسف الشديد بسبب هذا الأمر. فوجد من يقول مثلا بأن من لم يؤمن بأن الله تعالى يجلس على كرسيه وأنه يفضل من ذلك الكرسي قدر 4 أصابع يقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الله تعالى، فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويعتبر ضالا مبتدعا. وهذا الذي وقع، وقد قتل الإمام الترمذي وحكم بكفره بسبب إنكاره هذه المسألة لأنه لم يعترف بها بل قال بأنها باطلة.
فنجد المسألة خطيرة عندما تصل إلى هذا الحد. وما أسرع التكفير إلى بعض الناس الذين يأخذون بمثل هذه الروايات فيما يتعلق بصفات الله تعالى. والذي عليه الباطل أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فمبدأهم في العقيدة يقوم على التنزيه، كما أنه يقوم على الدليل القطعي الذي فيه السلامة والاحتياط. فلا يوصف الله تعالى بشيء من صفات خلقه البتة، وإنما الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي العبادة، بحيث لا يستحق أحد العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن كل ما يوهم تنقيص المولى سبحانه وتعالى أو تشبيهه بخلقه ولو من بعيد، فإن الإباضية ينفونه عن الله تعالى. فالإباضية لا يعتقدون أن الله تعالى له يد حقيقية أو قدم حقيقية، وأنه يجلس وأنه يستقر على العرش وأنه يضحك ويفرح ويمشي ويهرول وله جم وله ساق وله قدم إلى غير ذلك من عظائم الأمور. كلا، بل يقولون إن الله تعالى لا يوصف بأن له جسما وبأن له عرضا، فالله تعالى ليس بجسم ولا عرض، وإنما يقولون الله موجود ونكتفي بذلك دون أن ندخل في التفاصيل في حقيقة ذات الله تعالى. لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما يقولون أيضا وورد عن بعض الأوائل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ويقولون أيضا كما ورد عن بعض الأوائل أيضا العجز عن الإدراك هو الإدراك. ولذا قال بعض العلماء وهو العلامة سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى في تعريف الذات العلية: هي حقيقته الخاصة التي لا يعلمها أحد من خلقه. وما ورد من الآيات الكريمة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التشبيه فهي مصروفة عن ظاهرها بما يليق بتنزيه المولى تعالى، لأن التنزيه هو التوحيد. تنزيه الله تعالى يقتضي التوحيد، أو توحيد الله تعالى يقتضي التنزيه. فاللغة العربية لها دلالات واسعة، والإباضية لم يغفلوا أمر اللغة العربية، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ارتقى أوجى بلاغة العرب، ولم يستطع الخطباء المصاقع ولا الشعراء النوابغ أن يجاروا. وكلام الله تعالى ووحيه وتنزيله. ولئن كان العرب يعدون الكلام إذا كان قويا في الدلالة مستعملا صاحبه المجاز، قد بلغ أوجا رفيعا في شأن البلاغة، فكيف لا يعتبر ذلك في كتاب الله تعالى؟ وعلماء الأمة أكثرهم يقولون بوجود المجاز في القرآن الكريم، بل بعضهم يقول بأن الجميع يقولون بوجود المجاز، ولكن يختلف الأمر في تسمية ذلك مجازا أم لا. فبعضهم يسميه مجازا وبعضهم لا يسميه مجازا. وإذا كان الأمر عند هذا الحد فلا مشاحة في الاصطلاح. فاليد عند العرب تطلق على القدرة، وتطلق على النعمة، وتطلق على اليد المعروفة التي هي الجارحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم
عندما سألته نساؤه رضوان الله تعالى عليهم أينا أسرع لحوقا بك أي بعد الموت، قال أطولهن يدا. فهل المعنى أطولهن يدا بأن هو طول اليد حقيقية؟ لا، وإنما في الفضل والإنفاق في سبيل الله. وكما روت عائشة عرفنا من هي الأطول يدا. كذلك المولى سبحانه وتعالى يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هل كان داود عليه السلام في ثلاث أيادي أو خمس؟ لا، ولكن مقصودنا بالأيدي غير جارحة. الله تعالى يقول عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل القرآن يدان حقيقيتان بحيث نقول له يدان ولكن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ولكن نثبت حقيقة اليدين اللتين هما الجارحة؟ لا، إثبات اليد مع عدم تكييفها هو والقول بأنها موجودة حقيقية هو إثبات لجارحة. نعم، ساق النملة تختلف عن ساق الفيل ولكنه ساق، فإذا أثبتنا الساق فأثبتنا جارحة. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في تفسير الطبري ومجاهد أيضا وغيرهم من أئمة الصحابة والتابعين عندما سئل عن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق قال هو شدة الأمر، وليس المقصود الساق الحقيقي أن رجل يكشف عن ساق الحقيقي. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يبين لنا هذا المسلك الذي ينكره بعض الناس ويعتبرونه مسلك الخلف وليس مسلك السلف، بل كان السلف على هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. فلو أن رجلا صالحا تقى الله تعالى في عينه فهل نقول عينه هي الله؟ لأن الله تعالى يقول كنت عينه أو كنت بصره أو قال كنت سمعه، هل أذن ذلك الشخص هي الله؟ مستحيل، وإنما المراد أن الله تعالى يوفقه للعمل الصالح. أو نقول يبصر بنور الله فلديه فراسة ويوفق للحق، قال كنت سمعه كنت بصره كنت يده. هل يقال الله يد يد الإنسان هذا؟ مستحيل، ظاهر لا يقول به مسلم أبدا. كذلك في الحديث القدسي عن الله تعالى هو حديث صحيح ثابت كهذا رواه مسلم وغيره من أئمة الحديث الذي فيه أن الله تعالى يقول عبدي مرضت فلم تزرني أو فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدت ذلك عندي، جعت فلم تطعمني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ وهكذا قال جعت مرضت، أسند إلى الله تعالى، أسند هذا الشيء إلى ذاته، ثم بعد ذلك بيّن أنه ليس المراد ذلك وإنما المراد العبد. فلا غضاضة عندما يرد شيء في كتاب الله تعالى يوهم التشبيه مع أن ظاهره مسند إلى الله تعالى أن يقال هو من أمر الملائكة أو أمره سبحانه وتعالى أو نحو ذلك مما يتفق ويليق مع تنزيه المولى جل وعلا. هذا هو الذي يذهب إليه الباطل ويذهب إليه كثير غيره من علماء الأمة. فالله تعالى عندما يقول كل شيء هالك وجهه إلا وجهه، هل يعني ذلك أن الله تعالى متركب من أجزاء فلا فتفنى كلها ولا يبقى إلا الوجه؟ كلا، الوجه المراد هنا هو الذات. وعندما يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أو يقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هل النعيم مقتصر على الوجوه؟ وعندما يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل يعني أن الرجل أو مسلم يوجه في الصلاة وجهه وصدره وصدره في الجانب الآخر؟ المقصود الذات، فالوجه يطلق على الذات.
وليس في ذلك لين لأعناقها كما قد يتصور من لا يأخذ بهذا الأمر، بل الأدلة من الكتاب والسنة ومسلك الصحابة يدل على ما يقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل شائبة نقص. وفيما يتعلق بالإيمان فإن الإباضية يقولون بأن الإيمان قول وعمل، هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذا الذي نص عليه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بأنه قول جماهير السلف والخلف، وهو المروي عن الإمام البخاري أنه قال أدركت رجلا أو قال أكثر من 1000 رجل من علماء السلف لا يختلفون أن الإيمان قول وعمل. فالإيمان يجب أن يطبق في أرض الواقع، فالعمل جزء من الإيمان، لأن الإيمان وإن كان في اللغة بمعنى التصديق ولكن الشرع أتى بهذه الحقيقة التي تفيد إدخال العمل في الإيمان، وللشرع أن يفعل ذلك. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن إن قيل في الشرع أقم الصلاة معناه ائت بركوع وسجود وقيام وقعود، فهذا ما يعرف بالحقيقة الشرعية. وكذا بالنسبة للإيمان، فالإيمان ليس مجرد تصديق فحسب ثم يغدو المرء متفلتا من الأخلاق يرتكب المحارم ويترك الصلاة ويمنع الزكاة ويكتفي يقول أنا مؤمن، كلا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والآيات كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الإيمان كما يدل على ذلك القرآن من خصوص المؤمنين. ولئن كان قد ورد في القرآن عطف العمل الصالح على الإيمان كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيما يقرب من 79 موضعا عطف العمل الصالح على الإيمان، فهذا يدل على أهمية العمل الصالح، ولا يعني ذلك عدم دخول العمل الصالح في الإيمان. فبعض يحتج بمثل هذا الدليل على أن العمل الصالح ليس من الإيمان ولذا عطف عليه. أولا، للقرآن إطلاقان في الإيمان، فتارة يأتي بمعنى التصديق وتارة يأتي بالمعنى الشامل الذي يشمل العقيدة والعمل، فربما هنا يراد به التصديق ويكون العمل الصالح معطوفا عليه، وفي موضع آخر يكون الإيمان مراد به العمل مع التصديق، لأن الله تعالى يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، وأول ما يجازى عليه العبد يوم القيامة الإيمان، فعد الإيمان عملا. الله تعالى يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي كما هو مشهور عند المفسرين المراد بها الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا، وقد عقد الإمام البخاري لذلك بابا كما هو في الصحيح تسمية الأعمال إيمانا أو تسمية العمل الإيمان عملا. وعندما سأله أي النبي صلى الله عليه وسلم وفد عن حقيقة الإيمان قال أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، إلى أن قالوا أن تعطوا من المغنم الخمس، فرد عليهم بهذه الأعمال التي هي من الإيمان. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول في حديث الشيخين من طريق أبي هريرة وكذا ورد أيضا في موضوع من طريق ابن عمر، الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا ليس الإيمان هو التصديق فقط، بل هو قول، هو عمل، هو خلق، هذا هو المعنى. ولذلك نقول أيضا بأن عطف العمل الصالح على الإيمان قد يكون من باب عطف الخاص على العام، وهذا معروف، من كان عدوا لله ورسله
وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال قطعا من الملائكة، وإنما أفردوا بالذكر لبيان المزية أو إظهار الفضل، فقد يعطف الخاص على العام أو العكس، وهذا معروف عند العرب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من جنس الصلوات تدخل في عمومها، وإنما ذكرت لنكتة أي لأهمية. ومن هنا يقول الإباضي بأن الإيمان ليس مجرد تصديق فحسب، بل يجب العمل، فلا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله الصالح. أما أن يكون الإسلام مجرد نطق بكلمة لا إله إلا الله دون تطبيق لها، فإن ذلك لا يغني شيئا عند الله يوم القيامة، ما دامت الحجة قد قامت على هذا الشخص. فليست لا إله إلا الله ستارا يرتكب من ورائه الجرائم يخالعون الله وهو خالعهم. لقد قال هذه الكلمة المشركون المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هل نفع مجرد نطق شيئا؟ كلا، كانوا يضمرون الكفر. وكذا أيضا من أبطل العمل، فلا ينفع شيئا عند الله تعالى ما دام لم يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد، ويا عباس عم محمد، ويا صفية عمة محمد، قدموا لأنفسكم واعملوا لأنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الحوض ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول يا هلم هلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، لا ينفعهم شيء إلا العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الشفاعة الكبرى، ولكن ليست للظالمين الذين ارتكبوا الجرائم وفعلوا المحرمات، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والآية هنا عامة ليست في المشركين فحسب. نعم الظلم شرك، ولكن الله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم، ولكن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد ظلم نفسه. والله تعالى يخاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والخطاب لمن؟ للمؤمنين. هذا الذي يراه الإباضية. إذا كان المرء مصرا على الكبائر مات بغير توبة فليس له نصيب في دخول الجنة، وليس له نصيب في الشفاعة، وإنما الله تعالى كتب الرحمة لعباده لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هؤلاء الذين تكون لهم التوبة من الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والله تعالى قال شيء، ولكن ستوبوا لمن؟ للذين يتقون. وما هي التقوى؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه التقوى التي ينجو بها صاحبها يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي، كما نص على ذلك بعض علماء الحديث. لا يدخل الجنة من جر إزاره بطرا، قال لا يدخل الجنة من جر إزاره بطرا. ويقول ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، قال حرم عليهم الجنة، مرتكبون لكبيرة واحدة أو كبائر ولكن لم يتوب، مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن ولا يجدن ريحها.
ويقول من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه فقد حرم الله عليه الجنة. وفي رواية ثم مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية في من صبغ لحيته بسواد يأتي من أمة أقوام يخضبون لحاءهم بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وفي رواية من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة كناية عن حرمان من دخول الجنة. واضح الدليل، لا حاجة للتأويل بأن هؤلاء فعلوا ذلك لأنهم يعني استحلوا ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، استحلوا ذلك. من أين الدليل على هذا؟ قالوا تؤدي إلى الكفر. ما الدليل على ذلك؟ قال من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يعني ذلك خروج عن الإسلام، لا، يعامل في 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 في, في الواقع معاملة المسلمين ولكنه غير عدل، هو فاسق، هو ظالم، هو عاصي، تسقط عدالته، ولكن يبقى له حكم المسلمين ويتوب، ولكن هذا الحكم ينفعه في الدنيا لكي يدرى عن حكم السيف ويدرى عنه حكم غنيمة ماله ويدرى عنه حكم سبي نسائه ويعطى حقوق المسلمين، ولكن لا يعطى العدالة في الدين، وليس بعدل، لا تقبل شهادته وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بعدم العدالة. ففرق بين أن يقال بأنه يوم القيامة من أهل النار وبين أن يحكم عليه بالشرك في الدنيا. وهذا الذي أوجد بعض تخبط في التصور أو عدم الوضوح، لأن عند بعض الفرق أنه لا يكون من أهل النار مخلدا فيها إلا من حكم عليه بالشرك. فعندما يجدون الإباضي يحكمون بالخلود في النار على من ارتكب كبيرة ولم يتب منها قالوا يشركونهم. لا، فرق بين الأمرين، وهذه هي الأدلة، وهناك أدلة كثيرة. فالله تعالى يقول في اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الله تعالى يرد عليهم ليس هناك شيء اسمه أيام معدودة في النار، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هكذا بكل وضوح، وبهذا نجد الإباضية قد عملوا وطبقوا الإسلام، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا أحرص على الخير وكانوا يجتنبون الكبائر، ومن فعل منهم شيئا عاد وتاب إلى الله، إذ ليس الإنسان معصوما، بينما الصغائر هي معفوة بفضل الله تعالى باجتناب الكبائر، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكما أن الأعمال الصالحة تكفر هذه الصغائر، كما يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصغائر. أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما نص ذلك القاضي عياض وحكى على ذلك الإجماع. وأراني مضطرا للوقوف عند هذا الحد لضيق الوقت، وأسأل الله تعالى أن يعين على الخير ويلهمنا الرشد وليوفقنا لسديد القول وصالح العمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحسنتم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. سنتوقف في الأسئلة فقط إذا كان هناك أسئلة من غير العمالية للوقت ضيق. لملابسين عماني ولا اللي ما لا أسئلة فقط غير العمالية. تفضل. جزاك الله خير شيخ، بس الآيات التي ذكرتها في واستشهدت بها في تقليد مكتب الكبيرة في النار، نعم، كيف تجمع بينها وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير. أولا قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لو أخذ بالآية على عمومها أو على إطلاقها فيقتضي ذلك مغفرة الشرك أيضا. فالآية هنا مخصصة بالآيات التي تدل على أن المغفرة لا تكون إلا للتائبين. فالله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفرة تكون للتائبين،
وكما قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا للذين يموتون وهم كفار. إذن هناك فريقان، يموتون وهم كفار والذين يعملوا السيئات إذن هم من المسلمين ولكن لم يتوبوا وإنما أرادوا التوبة عند غرغرة الروح، فهناك لا تقبل التوبة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا نأخذ بجانب الرحمة فقط والعذاب المغفرة، لابد أن نعلم أيضا أن الله شديد العقاب. الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومسلم، ولكن يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق أخوه، يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هو مرتكب كبيرة ما خرج عن الإسلام، يقول غضب الله عليه ولعنه، كيف نقول يغفرونه؟ وكذلك لا توجد الآيات عامة ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. بل قال يعصي أي معصية كانت ملام كبيرة أو شركة. يقول في آكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف هو محارب لله؟ قال فأذنوا بحرب من الله ونقول الله تعالى يرحمه؟ لا، الله تعالى قال فأذنوا بحرب، عبارات واضحة. الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كذا، لعن الله آكل الربا، لعن الله الخمر، لعن الله الشاربة، لعن الله الواصلة. ما معنى اللعن؟ هو اضطرب من رحمة الله، كيف نقول يغفر له وهو مطلوب من رحمته؟ هو طرده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، الله تعالى قال هذا، ما بيدينا، نحن نريد أن الإنسان يغفر له وكلنا نرتكب المعصية، ولكن هذا حكم الله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الذي أهلك أهل الكتاب، يقول الإيمان تصديق، لن يرضى موسى أن نعذب، ويقول قل لا إله إلا الله سندخل الجنة بهذه السهولة بهذه البساطة، كيف؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل إنسان سيوفى ما عمل من خير أو شر، من جاء بالحسنة فهو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الإنسان يجازى على السيئة إلا إذا تاب منها، ولذلك لا يساوى بين الصالح والطالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، قال اجترحوا السيئات ليس سيئة واحد الشرك فقط، لأن الشرك أعظم الذنوب، قال اجترحوا السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لماذا هذه العمومات في القرآن الواضحة التي تحذر من المعصية تقصر على المشركين فقط؟ حتى يقال بين المسلمين هم شعب الله المختار، يعني يفعل المسلم ما يفعل من الكبائر وسيدخل الجنة بهذه السهولة. الله تعالى عدل، الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آية فيها تبرئة من؟ تبرئة يهودي من السرقة، والمتهم والذي اتهمه هو مسلم، اتهمه مسلم لأنه عدل، الله تعالى عدل. من آمن وعمل صالحا لا فرق عند الله تعالى في جنس أو عرق أو لون. ولذلك يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. كيف نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجادل عن هؤلاء الظالمين مع أنه يحذر عن أن ينتصر لذلك المسلم وهو سارق؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه هي عادات الإسلام، المسلم يجب عليه أن يعمل، أما أن يقال بأن كلمة فقط يقولها وانتهى الأمر ويسلم ويكون مسلم غشاش كما هو الواقع الآن للأسف الشديد. ضاعت الأمة بسبب هذه الأفكار في عصرنا. الإسلام كان مجرد اسم فقط، الإيمان مجرد تصديق، ولا تضر مع الإيمان معصية هكذا على الإطلاق.
هذا الخطر، هذا الخطر الكبير. على كل حال مسألة خلافية بين الفرق أعلم، وإنما أنا من هذه الأجلة أبين لك يعني فكرة الإباضية، وأنها معتمدة على آيات كثيرة من القرآن وعلى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وما هو البعد الحضاري لهذه المسألة. بهذا يستقيم المجتمع وتصلح أمور الناس، فلا يوجد بين المسلمين من يتساهل في الكذب ولا في إخلاف الوعد ولا في ترك الصلاة ولا في الصيام، ومن فعل ذلك بادر بالتوبة إلى الله، وإلا يعلم فإنه من الخاسرين. نعتذر من فضيلة الشيخ عبد الله، طيب الموضوع شائق ومفيد، ولكن للأسف لضيق الوقت بقيت معنا محاضرة واحدة لفضيلة الشيخ وليس المبروك. تبرع فيها هي حد يعني لعله في نفسه يريد ان لا 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 عاش عاش، سياسه متادب ونستمع. استغفر الله. عاش عاش، بارك الله فيك. استفيد منكم شيخ.